بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب لي كومبوندر. كالعادة لازلنا مع الصوتين إي ثم الصوت إيون. طبعا رأينا مجموعة من الكلمات والجمل المتضمنة للمقطعين اللفظيين كومبونون سي دو سيلاب. باي اكزومبل اون افي دي مو افيك إي، باي اكزومبل لا في La famille, l'habille, je m'habille, une verrie. Après, on a vu des mots avec ion, par exemple, le papillon, le grillon, cendrillon, le sillon. Ensuite, on a vu des mots avec la syllabe yé, par exemple, briller, s'habiller, griller, frétiller, gaspiller. Et enfin, on a vu des mots avec yé, par exemple, un billet, le mois de juillet, دو ميي. طبعا ميي كما ذكرنا الدخان او كي التي تسميها البشنة. طبعا نتكلم عن زراعة هذه الحبوب، تزرع بشكل كبير في افريقيا وفي اسيا. ابخي اون افي دي فراز با اكزومبل دون لو جاردان دو سون اونكل روني ا تروفي دي شوني روني ا جوي او بي افيك ريمي اي لا تو بيردو سوزان اي جونتي Elle a bien voulu habiller le bébé. Un joli papillon sur une fleur. Un grillon dans son trou. Un grillon dans son trou. Ce matin, la tante a donné à René un billet tout neuf. Tout le monde s'est accumulé avec cette al-faqra comme on l'a dit. La mère de Camille coupe l'herbe avec une faucille. Avec une faucille. Avec une faucille. La mère de Camille, c'est qui Camille? Camille est une jeune fille blonde. Camille est une jeune fille blonde. Alors là, on a la mère de Camille. La mère de Camille coupe, coupe l'herbe avec une faucille. C'est une faucille. إذا نتكلم عن المنجل، المنجل يسمى فوسي. ألوغ لا أون لا ميغ دو كامي. إذا عندنا أم كامي، شكون هي كامي؟ كامي إيت أون جون في بلوند. نتكلم عن بنت، بنت شابة كما نقول، بلوند أنها شقراء. إذا أم كامي كوب، نتكلم عن لوفار كوبي. نتكلم هنا على الفيرب كوبي، يعني انك تقطع، تتقطع شي حاجه وتهزها من بلاصتها. مثلا كما عندنا في الحاسوب عندما نستعمل الخاصيه، خاصيه كوبي يعني كلها نقتلعها من جدرها لنضعها مثلا في مكان اخر. اما كوبيي فاننا ننسخ هذه المعطيات لنضعها في مكان اخر، ولكن مع الابقاء مع هذه المعطيات الاصليه في مكانها. La mère de Camille, Om Camille, coupe l'herbe, يعني أنها تقطع العشب, avec une faucille, avec une faucille, تقطع بهد المنجل. Camille est une jeune fille blonde, إذا كما قلنا بأن Camille هي بنت شابة, blonde, شقراء, elle est très jolie. هي جد جميلة. Elle est très jolie. إذا هاد البنت جد جميلة، يعني أنها جميلة جدا. روني لاف لوطو دو سون بيغ. روني لاف، طبعا نتكلم على لو فيرب لافي كما ذكرنا فيما سبق. طبعا نتكلم على لو فيرب لافي. لافي يعني أن الشخص يغسل شيئا آخر. أما سو لافي يعني أن الشخص يغسل شيئا من جسمه، مثلا يغسل يداه، يغسل رأسه، رجليه، إلى غير ذلك. إذا نتكلم هنا على لوفير سولافي. أما هنا غوني لاف، إذا غوني أنه يغسل شيئا آخر. ماذا يغسل؟ لوطو، يغسل السيارة. لوطو ستادير لوطوموبيل أو بيان لا فواتور. إذا غوني لاف لوطو، غوني يغسل السيارة دو سون بيغ، سيارة أبيه. دو سون بيغ التي تعود لأبيه. Voyez comme elle brille. Enduro kem
هي تلمع. انظروا كم هي تلمع. Voyez comme il brille. هنا نتحدث عن لو فيرب بغيي كما راينا فيما سبق. بغيي هنا عندنا Voyez comme il brille. انظروا كم هي تلمع. René lave l'auto de son père. Voyez comme elle brille. Le père, la mère et ses enfants, voilà une belle famille. Idem, le père, l'ab, la mère, l'homme et ses enfants. Voici tête à tfal. Et six enfants. Tabarad nana six. Six, yani sita. Walakim tazidu la kalima. Indama nudif alaya kalima. طبعا تقرا سي كما ذكرنا فيما سبق. مثلا 10 10 enfants. 10 يعني 10. 10 enfants 10 اطفال. اذا سنقراها دي. طبعا مع ليزون كنسمعوا واحد زيد هنا لان هاد انفون مبدوء بان فويال. ملي تندمجوا الكلمتين عند نطق الكلمتين معا عند ذلك نسمع هاد ليزون يعني هاد الربط الربط بين هذه الكلمة وبين هذه الكلمة الثانية. إذا هاد إكس اللي عندنا هنا أو كما ننطقها نحن طبعا نقول سيس هي راه سيكس هنا ولكن تنطق سيس تنطق سيس. إذا هناك بعض الكلمات لا تخضع لقوانين نطق الأحرف كما هي. مادام عندنا إس هنا إذا سننطق واحد زيد مع الكلمة المبدوءة بإن فويال طبعا غنسمعوا زيد. في حالات أخرى مثلا نسمع الطي. مثلا نقول il est en forme il est en forme il est en forme يعني هو في صحة جيدة. مثلا اذا طبعا هذيك الطي مع أ ستنطق ستنطق الطي. il est en forme هو في صحة جيدة. le père la mère et ses enfants الاب والام وستة اطفال voilà voilà une belle famille. ها هي عائلة جميلة. نتحدث هنا عن عائلة جميلة مكونة من ستة أطفال وأبوين. إذن le père, la mère et six enfants voilà voilà une belle famille. Le petit René est bien habillé. Le petit René est bien habillé. طبعا كما ذكرنا فيما سبق le verbe habiller يعني ألبس البسة. ولكن تنشوفوا هنا لو فيرب ابيي مصرف مع اتر. كما نتكلم هنا عن المبني المجهول. لو بوتي روني اي بيان ابيي اي بيان ابيي. كما نقول هو لابس بشكل جيد يعني ان شخصا اخر البسه بما معناه ان شخصا اخر البسه. هنا طبعا اي بيان ابيي هنا اي بيان ابيي كما نقول بانه هو ألبس جيدا. هنا بحال تنقولوا هنا بانه ألبس جيدا يعني ان شخصا اخر البس. اذا كما نقول بان هاد الجمله مبنيه للمجهول. نتكلم هنا في اللغه الفرنسيه عن لا فوا باسيف. لا فوا باسيف لو بوتي روني اي بيان ابيي لا بروميير ايطوال بري لو بوتي روني est bien habillé. مثلا كان ممكن نقول هنا la mère de René l'a bien habillé. l'a bien habillé يعني ان البسته جيدا. مثلا la mère de René l'a bien habillé يعني انها البسته جيدا. اذا طبعا سنستعمل هنا l'auxiliaire avoir للدلاله على ان الام هي التي البست. ولكن هنا سنتكلم عن روني بانه هو الذي ألبس. طبعا سنستعمل هنا إتر. لو بوتي روني إي بيان أبيي. ثم لا بخوميييغ إيطوال بغي. لا بخوميييغ إيطوال بغي. إذا نتكلم عن النجمة الأولى. النجمة الأولى في السماء مثلا تنشوفو النجوم. سي نو غوغاردون لو سييل بوندون لا نوي أون أبيرسوا بوكو ديطوال. إذا سنرى الكثير من النجوم. ألوغ لا لا بخوميييغ إيطوال بغي. إذا نتكلم عن النجمة الأولى بغي أنها تلمع. طبعا كما ذكرنا سالو فيرب بغيي. لو ماسون أبوزي أون غري سور لو ميغ دو سيت ميزون. إذا لو ماسون البناء. لو ماسون
والبناي. ابوزي انه وضع، طبعا عندنا هنا لو فيربوزي كما تنشوفو مصرف مع افواغ. علاش مصرف مع افواغ؟ لان هاد لو ماسون غيوضع شي حاجه اخرى، ماشي غيوضع راسو او هو غيتوضع. اذا لو ماسون ابوزي، اذا البناء انه وضع، طبعا عندنا هنا لو فيربوزي، بوزي فو ستيلو، ضعوا اقلامكم. لو ماسون ابوزي، اذا البناء انه وضع اون غري، وضع شبكه سيغ لو ميغ، وضع شبكه على الحائط دو ست ميزون، على حائط او على جدار دو ست ميزون لهذا المنزل. طبعا لان كلمه المنزل في اللغه الفرنسيه هي كلمه مؤنثه، اذا سنستعمل هاد ست ولا نستعمل مثلا سو، سو للمذكر، نقول مثلا سو ستيلو هذا القلم، ولكن في المؤنث نقول ست غاغل هذه المسطره. اذا نعيد، لا مير دو كامي كوب لارب افيك اون فوسي، كامي est une jeune fille blonde. Elle est très jolie. René lave l'auto de son père. Voyez comme elle brille. Le père, la mère et ses enfants. Voilà une belle famille. Le petit René est bien habillé. La première étoile brille. Le maçon a posé une grille sur le mur de cette maison. Le maçon a posé une grille sur le mur de cette maison. ثم عندنا هاد الكلمات، كامي افي ان بابيون، كامي كامي افي. طبعا هنا عندنا لو فيرب فوار، ici on a le verbe voir conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir، مصرف في الباسي كومبوزي مع الاوكسيليير افوار. لان كامي شافت شي حاجه اخرى، شنو شافت؟ ان بابيون. اذا كامي، كامي رأت ان بابيون فراشة. طبعا كلمة فراشة كما تشوف هنا كلمة مذكرة، ان بابيون. ثم عندنا غوني صابي، غوني صابي، اذا غوني انه لابس، صابي. طبعا نتكلم هنا على لو فيرب صابي، في الحقيقة عندنا سو ابي، سو ابي. اذا نتكلم هنا على الافعال اللي تتكون عندها هاد سو، هاد سو كما ذكرنا في المسابق تتكون امام الافعال اللي تنسميهم لي فيرب برونومينو. هاد لي فيرب برونومينو كما ذكرنا انهم تيكونوا صادرا من الشخص، صادرا من الفاعل. احيانا نتحدث عن مجموعه اشخاص كما لو نتكلم عن مجموعه، يعني نتكلم هنا عن فعل صادر عن شخص او صادر عن مجموعه، ولكن هاد الفعل تيرجع عليه، تيرجع لهذاك الشخص أو ترجع للمجموعة، تماما كما رأينا فيما سبق فيما يخص مثلا لو فيرب سو ديسبوتي. لو فيرب سو ديسبوتي كما نقول تجادل أو تناقش إلى غير ذلك أو تعارك. طبعا نتحدث هنا عن مجموعة أشخاص أنهم يجادلون بعضهم بعضا، يعني بحال هذاك الجدال صادر من دوك الأشخاص وترجع لهم هما. إذا هما تجادلوا، شنو تجادلوا؟ واش تيجادلوا فرقة أخرى؟ إذا لا، إذا هما تيجادلوا أنفسهم، إذا هذاك الجدال راجع لنفس هذيك المجموعة. إذا بحال هذاك الجدال صادر من المجموعة وإليها. إذا طبعا سنضيف هذا السو، إذا سنتكلم هنا على لو فيرب سو ديسبوتي. كما رأينا فيما سبق نتحدث عن لو فيرب سولافي، سولافي يعني أنك تغسل نفسك. إذا الشخص أنه يغسل، يغسل ماذا؟ يغسل نفسه. إذا الفعل هو صادر منه وإليه. إذا طبعا سنضيف هاد سو، بحال اللي عندنا هنا، عندنا لو فيرب صابي في الأصل سو أبي. طبعا عندنا لو فيرب أبي، عندنا أش بحال ما تتنطقش، إذا بحال تنذكرو هاد أ هي الأولى، وبالتالي سو عنده واحد أ مع أبي تقريبا نبدو بهاد أ، إذا سنحذف هاديك أ باش ما يتلقاوش عندنا دو فويال. طبعا نضع هاد أبوستخوف، إذا سنقول صابي بدل سؤابي حتى لا تأتي تقيلة في الكلام. غوني صابي، إذا غوني يلبس. لا فامي العائلة، لا فامي، لا فامي العائلة. إذا عندنا كامي افي ان بابيون،
Camille a vu un papillon. Thomas, René s'habille. René s'habille. René Elbis. Thomas, la famille, la famille, la famille. بعدها نكمل مع هاد الكلمات وهذه الصور. نكونتينيون افيك سيز ايماج اي سي مو كوم نو فويون. نبرونو لا بروميير ايماج اي نو بوزون لا كيستيون كون لابيتود دو بوزي. ثم نطرح السؤال الذي اعتدنا على طرحه. كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ ماذا؟ كيسكو سي؟ ماذا؟ سي لو غريون. سي لو غريون. طبعا لوغريون هي واحد الحشره تتحدث واحد الصوت في بعض المناطق المغربيه تنسميوه طياب العنب. لوغريون. نو باسون على دوزيام ايماج اي نو بوزون لا ميم كيستيون. كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ سي ان بيي دو سينما. سي ان بيي دو سينما. اذا نتكلم عن ورقات نتحدث عن تذكره السينما. نو برونو لا تخوازيام ايماج. Et nous posons la question, qu'est-ce que c'est?
ناخذ الصوره الثالثه ونطرح السؤال كيسكو سي ماذا سي لا فوسي سي لا فوسي سي لا فوسي تنتكلم عن المنجل لا فوسي ونسوت نبخونو لا كاتريام ايماج كيسكو سي كيسكو سي اذا ماذا ستانان ابيي ستانان ابيي اذا كما نقول حمار لابس يلبس ثوبا مثلا كما عندنا هنا اذا نتكلم عن انان ابيي علاش قلنا ابيي هنا تكلمنا على غوني صبي هنا غوني صبي يعني انه هو يلبس بنفسه هو اللي يلبس الراسه طبعا سنضيف هذا السؤال اما هنا الحمار يعني واحد اخر اللي لبسه ما يمكنليناش نقولوا بان الحمار هو لبس الراسه لو ان الحمار لبس بنفسه سنقول هنا انان صبي اذا الحمار يلبس ولكن هنا عندنا الحمار البسه شخص اخر البسه هذا الذي نرى سنقول هنا انان ابي حمار كما نقول البس حمار البس نو باسون اليما سويونت اي نو بوزون لا ميم كيسيون كيسكو سي اي نو بوزون لا ميم كيسيون كيسكو سي بيان سور سي ان بابيون سي ان بابيون sur une fleur. Et dans le cas de Farasha Fouka, Zahra, un papillon, un papillon, un papillon, un papillon. Nous passons à l'image suivante, nous marquons la sur Al-Mualia, et nous posons la même question, et nous posons la même question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce que René a vu dans le jardin de son oncle. إذن هذا الذي رأى بالضبط روني في حديقة عمه. روني a trouvé des chenilles. Voilà, c'est une chenille. C'est une chenille. إذن نتكلم عن يرقة. Chenille. Chenille. طبعا كلمة chenille ممكن تعني أشياء أخرى. ممكن أن تعني كلمة. كلمة chenille ممكن تعني أشياء أخرى. هنا تعني يرقة. La chenille. Nous prenons l'image suivante et nous posons la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et nous posons la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une grille. C'est une grille. Il est question d'un chebak. C'est une grille. Il est question d'un siège. Une grille. Et enfin, nous prenons la dernière image et nous posons la question suivante. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est une fille. C'est une fille. Il doit être une bint. C'est une fille. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Il doit être une bint savère. Il doit être une bint savère. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.